أكد وزراء النفط في منظمة الأقطار المصادرة للبترول أوبك أن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد استقر، ولكن مع معدلات نمو معتدلة في العام الحالي. وخلال الاجتماع النصف سنوي لوزراء النفط، اتفق الوزراء على الإبقاء على سقف الانتاج الحالي، معربين عن قلقهم المستمر من تقلبات السوق والتحديات التي تواجهها صناعة النفط العالمية. انتهى اجتماع وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إلى الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي عند مستوى 30 مليون برميل يومياً، إضافة إلى إعادة النظر في تطورات الإنتاج والأسعار خلال الاجتماع الوزاري المقبل في الرابع من ديسمبر من العام الجاري. وأكد الوزراء في بيان صادر عقب اجتماعهم نصف السنوي أهمية استقرار أسواق النفط الذي يعتبر هدفاً مشتركاً لجميع المنتجين يمكن بلوغه من خلال جهد تعاوني مشترك، مشددين على أهمية مواصلة الحوار بين أوبك وباقي المنتجين. واستعرض الوزراء خلال اجتماعهم توقعات سوق النفط التي قدمها الأمين العام للمنظمة، والتي ركز فيها على العرض والطلب وما يتصل بالتوقعات للنصف الثاني من عام 2015، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية ضمان الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية وبأسعار تناسب المنتجين والمستهلكين. وعلى الرغم من ذلك، أكد المؤتمر أنه نظرا لحالة عدم اليقين في السوق الحالية ينبغي مواصلة رصد التطورات عن كثب في الأشهر القادمة. وأوضح الوزراء أن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد استقر، ولكن مع معدلات نمو معتدلة في العام الحالي، معربين عن قلقهم المستمر من تقلبات السوق والتحديات التي تواجهها صناعة النفط العالمية. وتوقع الوزراء ارتفاع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2015 وعام 2016، مع زيادة ضخ النفط من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة وبنحو 700 ألف برميل في اليوم الواحد.